لقاء الأوفياء. مرحبا يا أصدقاء، أصدقاء الأوفياء، جئنا نحكي ما لدينا. نحن قوة أصدقاء. ألو اتحاب الرياسون، اتحاب الرياسون. أنا آدم، ما الخبر؟ فضاء قرنين أين وصل؟ طوال الباص فرحهم، وإجاباتهم كانت كتير سليمة، تفاعلوا يعني كتير مع المسرحية. ما هي كثير مهم يعرف عن الزلازل والفيضانات لأنه يلاحموا حالهم من الخطر اللي جاي، لأنه نحن بمنطقة كتير معرضة لهيك إشي. أصبح علينا جبال كبير، والآن يا أصدقاء علينا الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية لأنها تشكل خطرا علينا. هيا نخرج. تعلمنا من المسرحية عندما يحدث زلزال ماذا نفعل. نخرج بسرعة من البيت ونضع أيدينا على رأسنا، وكمان تعلمنا لما يصير فيضان شو فينا نعمل. تعلمنا عن الزلزال، شو بصير لما يحدث زلزال، شو نعمل، نتصل او شيء. لما كمان بالفيضان بحب يكون في هيك مسرحيات بعد وبعد. هي الاكراد الخفيفه على
الاخر حال شو بدي اعمل بظهر خب طفى اللمبات وكل شيء بعمل عليكم الاتصال بنا دائما نحن سمير وامير امير فرقه بلاستيكو مشاعر قولكم عند الزلازل قوة اللحن مشاعر قولكم عند الزلازل حيثما تشتد الريح نلتقي نحن الأوائل حيثما تشتد الريح نلتقي نحن الأوائل صرنا في الأرض يا أصدقاء أصدقاء الأوفياء جئنا نحن